مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. استهل يوفنتوس موسمه في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه العريض على ساسولو بثلاثية بيضاء بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو. الوافد الجديد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وضع اليوفي في المقدمة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، وقبل نهاية الحصة الأولى بدقيقتين أضاف الصربي دوشان فلاهوفيتش ثاني الأهداف من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيد العجوز بهدفين. وفي الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 51 عاد فلاهوفيتش ليهز الشباك مجددا بإحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه لتبقى نتيجة على حالها حتى النهاية. وفي أبرز نتائج المرحلة تغلب ميلان على أودونيزي بأربعة أهداف لهدفين، وإنتر على ليتشي بهدفين لهدف، وروما على ساليرنتانا بهدف نظيف، ونابولي على هيلاس فيرونا بخمسة أهداف لهدفين. نعم مشاهدينا، الحديث أكثر عن الجولة الافتتاحية من الكالتشو ينضم إلي من العاصمة المصرية القاهرة الكابتن زياد الجرزاوي المحلل الرياضي، وسينضم إلي أيضا لاحقا من الإمارات الصحفي الرياضي الكابتن سعيد جودي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكرام على شاشة قناة اليوم. لو بلش من عندك كابتن زياد الجرزاوي، مساء الخير كابتن زياد. كابتن زياد، طبعا نادي يوفنتوس يعني يفتتح موسمه في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز عريض بثلاثية على ساسولو وبمباراة شهدت تألقا كبير للنجم الصربي دوشان فلاهوفيتش بإحراز هدفين من أهداف فريقه الثلاثة. بدي قراءتك للمباراة ولفوز اليوفي كابتن زياد. تواجدي معكم وإن شاء الله أثير. نعم تفضل كابتن زياد، عم تسمعني؟ سمعت كويس. تفضل. نعم تحدثنا عن الفوز المهم لليوفي على الحقيقة ساسولو بثلاثية بيضاء. طبعا فوز يوفنتوس على ساسولو هي مباراة يعني فيها الكثير من التفاصيل التكتيكية في أرض الملعب. أولا احنا كنا محتاجين نشوف مدى وجود أو أهمية أنخيل دي ماريا داخل الملعب وكمية طبعا التفاهم والتجانس اللي هيخلقه مع فلاهوفيتش، وكمان التجانس اللي كان باين طبعا في الربط ما بين خط النص وخط الهجوم ده كان واضح جدا منذ الدقيقة الأولى من المباراة. ولكن طبعا احنا اللي عايزين نشوفه هو ما بعد دي ماريا، لان طبعا دي ماريا احنا كلنا عارفين ان هو جاله اصابه في الفخذ وان هو هيغيب لغايه اول سبتمبر. يعني الاصابه بالتشخيص الطبي اللي اعلنه اداره اليوفي والطاقم الطبي اعلنوا ان هو من المحتمل ان هو يغيب لغايه اول سبتمبر او نص سبتمبر. لكن اللي واضح امامنا واللي احنا شايفينه من المباراه الافتتاحيه ان ادخل دي ماريا منسجم في وسط المجموعه بشكل كبير. فلاهوفيتش طبعا هو كان محتاج الناس او اللعيبه اللي على كفاءه عاليه اللي هي توصل له للمرمى وان هي تخلق له فرص بشكل كبير وان هي طول الوقت تخليه اون تارجت، ان هو المهاجم اللي اون تارجت وحواليه الوينجات اللي هم يصنعوا له الفرص، وانه كمان لو اتيحت لهم فرص للتسجيل فهم كمان هيسجلوا. وده طبعا كان واضح جدا الأليجري من التشكيلة ومن شكل أصلا الفريق تكتيكيا داخل الملعب كان واضح جدا هدف يوفنتوس أمام ساسولو هو الشراسة الهجومية وإن أنا أبين مدى المجموعة دي تجانسها مع بعض سواء كان أنخيل دي ماريا أو فلاهوفيتش أو طبعا كوادرادو وغيرهم من اللاعبين داخل أرض الملعب. عشان كده قدرنا نشوف أن يوفنتوس في أحسن صورة من الجولة الأولى، ولكن ده ما يكونش أمامنا كاعتبار على مدار الموسم، يعني إن احنا ما نحطش الأداء ده هيكون موجود على مدار الموسم لأن احنا هندخل كمان في دوري أبطال وهيكون في ضغط. هل فريق يوفنتوس هيفضل مكمل على نفس الأداء ده على مدار المباريات وعلى مدار الضغط اللي هيعاني منه بشكل كبير طوال الموسم؟ ده اللي احنا هنشوفه باقي المباريات. ولكن كبداية يوفنتوس حقق التارجت لجمهوره، سجل 3 أهداف في المباراة الافتتاحية، يعتبر دي أحسن بداية ليوفنتوس منذ سنين كتير من بعد طبعا رونالدو وغيره. وطبعا احنا لازم نذكر دور فلاهوفيتش في الهجوم ان هو
ممكن يكون السنه دي هو هداف الدوري الايطالي، وده توقعي الشخصي، لان هو هيكون عايز يرجع شكل اليوفي الطبيعي، وان هو عايز يبين مدى اهميه يوفنتوس السيزون دوت، وان المنافسه مش منحصره على فريقين او ثلاثه بس على مستوى الدوري. أيه. وكمان ان الفرقه دي كسكواد ممكن طبعا تقدم حاجه كويسه جدا في دوري ابطال اوروبا. طيب كابتن زياد، يعني برايك من خلال طبعا لسه يعني من المبكر الحديث عن حظوظ اليوفي بالمنافسه على اللقب، لكن كمباراه اولى انت مثل ما شفت المباراه بين يوفنتوس وساسولو، هل اليوفي قادر على يعني استعاده اللقب اللي خسره اخر سنتين لصالح كل من قطبي مدينه ميلانو، ميلان وانتر؟ يعني برايك اليوفي السنه كيف راح يكون، يعني مع انه لسه بكير الحديث عن الكالتشو باعتباره الجوله الاولى، يعني لكن بمعطيات اداء اليوفي كيف شفت الاداء؟ طبعا على مستوى الاداء احنا اداء يوفنتوس ان هو شكل قاعده هجوميه بشكل كبير ومميزه، ولكن الفكره ان المجموعه دي والبدائل بتاعتها هتكون هي مناسبه للمنافسه، ده سؤال مبكر جدا للرد عليه. ولكن احنا كده كده يوفنتوس من ضمن الفرق اللي هتنافس على لقب الدوري، لان هو لا نغفل دور يوفنتوس في اي سيزون على مستوى الدوري الايطالي لازم ينافس فيه طول الوقت. يعني مثلا احنا قدامنا اي سي ميلان، قدامنا انتر ميلان، قدامنا روما السنه دي بيقدم شكل كويس، قدامنا نابولي، فاحنا يعني على مستوى الدوري الايطالي في خمس او ست فرق هيكونوا مميزين جدا السنه دي. ولكن يوفنتوس طبعا ليه دور كبير في المنافسه، وان هو هيكون المنافس المباشر والشرس على لقب البطوله، لان هو كان حاملها لسنين طويله ومتتاليه. فلازم طبعا ان يوفنتوس هيحارب بشكل كبير السيزون دوت، هيبان شكل الفريق اكتر واكتر على مدار الموسم، وخصوصا ان هنبتدي نقيم المجموعه وهنبتدي نقيم ما مدى اللي وصل اليه اليجري على مستوى طبعا مستوى الصفقات والشكل التكتيكي، وحتى كمان الشكل اللي هو التارجت اللي بيحققه جوه الملعب. طيب ادخل المباراه دي انا عايز ايه؟ لان هو لو ابني يلعب على المستوى النفسيه اللي بيلعب عليها يوفنتوس كل سنه، فهو هيدخل ياخد الدوري ده مرتاح. لكن طيب مشكله يوفنتوس اللي حصل له اهتزاز نفسي كبير الفتره اللي فاتت، عشان كده هنشوف يوفنتوس هيكون منافس شرس، ولكن مش اللي هو من اول جوله هيدخل طيب ياخد الدوري. نعم كابتن زياد، بس خلينا يعني نستغل الوقت مشان نحاول نتحدث عن أكبر عدد من المباريات. بات أنا الآن معي الكابتن سعيد جودي الصحفي الرياضي جاهز. مساء الخير سعيد، تأخرت علينا سعيد، هاي مرتين تتأخر علينا، راح تزعلنا منك. ها لا لا لا، أنا أول شيء مساء الخير لك، مساء الخير لكل الجماهير، مساء النور، مساء الخير لكل اللي بحب الدوري الإيطالي والكرة الإيطالية. حبيبي. لكن نحن ما فينا نعم الو نعم سعيد عم بسمعك تفضل. حقيقة إذا بدنا نحكي عن بداية فلا أظن بأنه أفضل من هكذا بداية للكالشو الإيطالي. نعم. كل المباريات وكأن الدوري في نهاياته وليس في بداياته. ما شاهدناه مثلا في لقاء إنتر ميلان وليتشي أكبر دليل على أن الجميع يدخل بطموحات كبيرة. ما شاهدناه في مباراة روما كذلك الامر، شاهدناها في مباراه يوفنتوس. سعيد بس خلينا يا سعيد بس بعد اذنك خلينا نتحدث عن مباراه اليوفي مشان نحاول نعطي كل مباراه حقها. كيف شفت انطلاقه اليوفي بفوزه على ساسولو بثلاثيه؟ اليوفنتوس كما هو معلوم بالضروره منافس دائم، مرشح دائم لنيل اللقب. يوفنتوس دعم صفوفه هذا الموسم باسماء مهمه ومراكز مهمه. تتحدث عن أنخيل دي ماريا أحد أهم اللاعبين ومفاتيح اللعب في العالم. بول بوجبا عاد إلى بيته مع المدرب الذي عرف كيف يخرج منه أفضل ما لديه. تتحدث عن فلاوفيتش في المقدمة. الأمر الطبيعي جدا أن يكون يوفنتوس منافس، الأمر الطبيعي أن يدخل بنفس مغاير عن النفس الذي أنهى عليه وبدأ الموسم الماضي. وبالتالي فأن وجود يوفنتوس وظهور يوفنتوس بهذا الشكل أمر طبيعي وطبيعي جدا. أنا ما شاهدت يوفنتوس واعد، يوفنتوس طموح. أنا ماكس أليجري من أكثر المدربين اللي يعجبوني في الكرة الإيطالية، مدرب يمتلك مرونة تكتيكية كبيرة، مدرب يديه العديد من الحلول ويحسن
اخراج افضل ما في لاعبيه. اخشى ان تستمر لعنه الاصابات بضرب بيت السيده العجوز، وهو ما قد يجعل من يوفنتوس بعيدا قليلا عن المنافسه. نعم طيب برجع لعندك كابتن زياد. كابتن زياد ايضا باختصار لو سمحت مشان نحاول نسلط الضوء على اكبر عدد من مباريات الجوله الاولى، ميلان ايضا حامل اللقب انطلق بقوه هذا الموسم بفوز عريض على اودونيزي باربعه اهداف لهدفين. طبعا ميلان يعني قدم مباراه مميزه بشكل كبير جدا، قدر انه من البدايه انه يدخل، ولكن هو بدايه كانت مذبذبه في الاول. اسي ميلان تم مهاجمته، وان هو طبعا تم تسجيل في الاول مما خلاه يتعادل في الدقيقه 11 والى اخره. ولكن اللي نقدر نقوله خلاصه كده لمباراه الميلان ان هو كان مميز جدا في الشق الهجومي، في تفاهم كبير جدا على مستوى خط وان كان من انتي ريبيتش، رافائيل لياو، ابراهيم دياز اللي هو هيكون نجم الموسم السنه دي لميلان، لان هو باين جدا بدايته، باين جدا النضج اللي هو فيه داخل الملعب، التصرفات ما فيش تصرف تقريبا غلط عامله ابراهيم دياز في مباراته الاولى قصاد اودينيزي. فده يدينا انطباع ان ايسي ميلان هو مش داخل يهرج، ما كانتش فكره سيزون واندر اللي هي فكره الوان سيزون واندر ان انا داخل هاخد الدوري وهمشي، لكن هرجع تاني وهكمل نفس الاداء ونفس المستوى، وهخلي ايطاليا كلها ترجع تقول ان ايسي ميلان هيرجع ينافس على لقب الدوري من جديد. ولكن الاستمراريه هي عنوان الدوري الايطالي هذا الموسم. كم نادي سيستطيع ان يصمد على مدار الموسم بالكامل بكل بطولاته، بالضغط اللي هيتعرض له، بكل الكلام دوت؟ هل ميلان بمجموعته هل هيكون قادر على انه هيكمل على مدار الموسم بنفس الاداء وبنفس الجرينتا وبنفس الروح علشان يرجع تاني يتوج لدوري الابطال مثلا، او هياخد دوري ايطالي تاني او كأس ايطاليا على مستوى منصات التتويج عموما؟ هل ده الفريق اللي هنشوفه ونفس المستوى ده هيكمل على مدار الموسم؟ في حاجات كتير جدا هنبنيها من دلوقتي لغايه اخر الموسم. نعم. يعني دي علشان يعني لازم نحط النقط على الحروف، ان في حاجات هتتبني من الجوله الاولى لغايه اخر الموسم. اوكي. ميلان من ضمن الفرق اللي هتقدم مستوى كبير جدا على مدار الموسم، وده باين من بدايته، لان دي بدايات كانت نادره جدا من ايسي ميلان ان هو يبداها. وده اللي بيخلينا دلوقتي نحط ايسي ميلان في اعتباراتنا ان هو احد الفرق المميزه في ايطاليا، وهيكون منافس شرس ومباشر ايضا على لقب الدوري الايطالي. نعم، طيب سعيد هلا بدي اسالك سؤال مزدوج، بدي اسالك عن ميلان وانتصاره على اودونيزي باربعه اهداف لهدفين، وعن انتر فريقك انتر اللي بلش يعني ايضا بدايه كانت الحقيقه يعني لا ترضي طموحات الانتر، فوز كان صعب على ليتشي بهدفين لهدف. كيف شفت الانتر وميلان ببدايه الكالتشو كابتن سعيد؟ بداية خليني أتحدث عن ميلان. ميلان بطل الدوري. ميلان هيك ها نورتنا أبو سعود، نورتنا بطلالتك الحلوة يا أبو سعود. إسلام حبيبي، تفضل تفضل. ميلان بتعاقدات بسيطة وتعاقدات مدروسة. الحفاظ على 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 المنظومة هو أهم أسلحة ميلان التي أبقى عليها، الإبقاء على المدرب بيولي، الإبقاء على عراب النجاح باولو مالديني، هي أكبر الصفقات التي أبرمها ميلان. الظهور الأول أمام أودينيزي من حيث النتيجة مبهر جدا، من حيث العناصر جميل جدا. سأختلف قليلا في الرأي مع صديقنا من مصر، إبراهيم دياز بدأ بنفس القوة وبنفس الجمالية في الموسم الماضي، ولكن لم يستطع أن يتابع بنفس هذه الجودة، وبالتالي إن استطاع إبراهيم دياز أن يستمر فسيكون إضافة للميلان. إسماعيل بن ناصر ظهر بمكان جيد، لكن دعونا لا ننسى بأن ميلان فقد عنصر مهم جدا في خط المنتصف وهو فرانك كيسيه. هذه خسارة تعد من الخسارات الكبيرة. ميلان منافس، نعم ميلان منافس، ولكن ربما تكون الطموحات هذه المرة الكالتشو والظهور الجيد في دوري الأبطال، وهو ما قد يؤثر على الأداء في الدوري. إنتر ما شاهدناه أمام ليتشي بالنسبة للخطوط الهجومية الأمر واضح، ثنائية لوتارو لوكاكو تعمل تقريبا بأفضل ما يمكن، ولكن خط المنتصف الذي كان دائما مفتاح نجاح لميلان لإنتر ليس في أفضل أحواله كان أمام ليتشي. بروزوفيتش ليس جاهز كثيرا،
باريلا ليس جاهز، هاكان بنفس الصفة ليس بجهوزية تامة. العامل البدني إذا ما استطعنا أن نقيمه في إنتر في ظهوره الأول ربما يأخذ 6 أو 7 من 10. إن لم يتم تدارك الأمور بشكل سريع إنتر سيواجه صعوبات. أضف إلى ذلك كلام المدرب إنزاغي بعد نهاية المباراة عن حاجته إلى تعزيز الدكة وتحديدا في خط الدفاع. دعونا نتذكر بأن مدافع بحجم رانوكيا خرج، لدينا 3 ركائز في دفاع إنتر، إن تعرض أي من اللاعبين منهم إلى الإصابة سيواجه خط دفاع إنتر الذي كان ربما الأفضل أو ثاني أفضل خط دفاع الموسم الماضي سيعاني كثيرا. كلام إنزاغي واضح، يتحدث الجميع عن الشراء بينما نتحدث في إنتر عن البيع. النبرة كانت واضحة والشعور بالمسؤولية بدأ من أول مباراة. نعم، كأنك بالسيارة، دير بالك على حالك يا أبو سعود، صحتك بتهمنا. ها نحن وقفنا، ما تخاف ولا يهمك حبيبي. طيب خليني سعيد بعد إذنك برجع لعند كابتن زياد. كابتن زياد، أيضا يعني نابولي بدأ أيضا بداية قوية، حاله حال اليوفي وحال ميلان بانتصار عريض على فيرونا، هيلاس فيرونا ب5 أهداف لهدفين. كيف شفت نابولي، أداء نابولي كابتن؟ يمكن نابولي الفرق اللي ليه وجهة نظر مختلفة عن الناس شوية. في ناس كتير بصة لفكرة الفوز الكبير أو الصاحق اللي عمله نابولي قصاد فيرونا، ولكن أنا نظرت للموضوع نظرة تانية شوية. فكرة خروج كاليدو كوليبالي، أنت في الدفاع عندك أمير الرحماني وعندك جاي اتنين. أنا شايف من وجهة نظري أن أنت لازم تعمل توازن عن مستوى خط الدفاع، ما يبقاش في جاب كبير قوي بين الاتنين قوي كده. فده اللي هيعاني منه نابولي وهيعاني منه سباليتي على مدار الموسم، ان انت لازم تعوض كاليدو كوليبالي باي تمن، لازم تشتري مدافع نوعا ما قوي شويه يعمل لك توازن دفاعي، يحسسك ان خط دفاعك في امان، مش كل هجمه هيترحب بيها على مرماك هيتسجل هدف او هجمه خطيره. يمكن الموضوع دوت يعني مش ده وقته او مش ده كلام اللي نقدر نتكلم عنه في وسط الفوز الكبير اللي فاز بيه نابولي. نابولي فاز بنتيجه 5 أهداف، خط هجومه باين بشكل كويس جدا، سواء كان بوليتانو، اوسيمان، غيره من اللاعبين، كل خط الهجوم التناسق الكبير جدا اللي باين بين الخطوط، كل ده بيدينا انطباع ان نابولي هيكون فريق قوي، فريق منافس، ولكن لازم ننظر لبعض التفاصيل اللي هتأثر على مدار الموسم. احنا كل ده احنا منتكلمش لفكرة وجهة نظر ان احنا بنحلل الوضع اللي احنا فيه دلوقتي او الجولة الاولى، لا، هو مش فكرة الجولة الاولى بس، هو فكرة ان احنا الوضع دوت اللي احنا شايفينه في اي فرقة هينطبق عليه على مدار الموسم. يعني انت فرقة دلوقتي كان عندك ركيزة اساسية، خط دفاع محكم قوي جدا اسمه كاليدو كوليبالي، هو مدافع دولي سنغالي هيلعب كاس عالم وراح لتشيلسي والى اخره. فانت لازم لو عندك خطة تانية لخروج المدافع دوت، لكن الفكرة ان ادارة نابولي ما كانش عاملة خطة بشكل مميز لخروج كاليدو كوليبالي وقدوم البديل بشكل يكون مناسب، وعدم وجود جاب كبير جدا او فرق كبير جدا بين مستوى وجود خط الدفاع ايام ما كان كاليدو كوليبالي موجود وايام ما دلوقتي ما احنا شايفين خط الدفاع دلوقتي مش قوي زي ما احنا شايفين كلنا، ولكن الفريق باين بشكل مميز اللي هو دلوقتي انت ما تقدرش تتكلم على عيوب وسط كل المميزات اللي انت شايفها، سواء كانت الخمس اهداف او الاسلوب او الشراسه يعني بتقصد كابتن زياد اللي عملها نابولي على فيرونا. ولكن اعذرني على المقاطعه كابتن زياد بتقصد انه مشكله نابولي هذا الموسم من خلال رؤيتك للمباراه الاولى هي برحيل كوليبالي وبخط الدفاع؟ طبعا هو طيب. سبب من ضمن الاسباب، لكن انت مش هتكون منافس بشكل شرس جدا، لان انت لما تتعرض لموقف صعب جدا قصاد فرقه كبيره سواء ميلان يوفي، ناس عندها خط هجوم قوي وشرس بيشكل عليك خطوره دائمه على مدار ال 90 دقيقه، انت مش هتقدر تستحمل القوه الهجوميه دي لان انت عندك خط الدفاع. طيب كابتن زياد، خليني اشوف وجهة نظر كابتن سعيد ايضا بموضوع نابولي ورحيل كوليبالي وحظوظ نابولي باستعاده أمجاد دييغو أرماندو مارادونا. مثل ما نعرف سعيد كلياتنا اللقبان الوحيدان في تاريخ فريق الجنوب الإيطالي كان أيام الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا. هل باستطاعة نابولي استعادة أو الفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب كبير برأيك كابتن؟
الجواب مباشرة لا. حلو. لا. ليش ليش سعيد؟ مع خسارة كوليبالي في خط الدفاع، إنسيني ميرفن في خط الهجوم، أعتقد بأن أفضل شيء ممكن أن يحققه نابولي هو أن يصل إلى المركز رابع مؤهل إلى الكونفرنس. دعونا لا ننسى بأن ميلان يوفنتوس وأضف عليهم روما أفضل الأحوال في خلفهم يأتي ربما لازيو ثم نابولي، وبالتالي حظوظ نابولي في المنافسة بأفضل الأحوال هو حسب مصلحة دوري الأبطال. أتلانتا أيضا في حال أفضل من حال نابولي، الفوز بخماسية جيد، أوتسن ممتاز، لكن شعار هذا الموقف إيطاليا الفريق الذي سيمتلك دكة طويلة دكة ممتاز وأيضا نفس طويل هو من سيكون له كلمة الحمد. نعم سعيد، تقصد أنه نابولي خسر نجوم بالمقابل لم يتم تعويضهم؟ يعني حقيقة في السوق أنت إن أردت أن تتحدث عن مدافعين، فمدافعين بقيمة فان دايك بقيمة كوليبالي بقيمة بريمير الذي ذهب إلى يوفنتوس يعني أصبحت عملة نادرة. أنا لا أدري كيف خرج كوليبالي من إيطاليا، كيف هرب من يوفنتوس، كيف هرب من إنتر، يعني لم يحتاج لأكثر من مباراتين. نعم لم يحتاج أكثر من مباراتين في الدوري الإنجليزي حتى يثبت على قدراته ومقدراته. كوليبالي واحد من أهم المدافعين على مستوى العالم، وبالتالي فقدان مدافع بهذا الحجم من الصعب تعويضه. طيب. وكان أحد أهم أسلحة نابولي في السنوات والمواسم الماضية، بالإضافة إلى وجود روش ميرتنز كما ذكرت. نعم سعيد، طيب بدي أسألك آخر سؤال مشان خليك يعني تقود سيارتك بأمان وتصل للمكان اللي بدك بأمان وسلامة. سعيد أيضا بدي يعني قراءتك لحظوظ روما. روما حقق انتصار صعب على ساليرنتانا بهدف دون مقابل بقيادة السبيشل وان جوزيه مورينيو. من خلال التعاقدات اللي قام فيها روما هذا الموسم وبقاء مورينيو كمدرب للفريق، هل روما قادر فعلا على المنافسة؟ نعم بكل تأكيد روما قادر، مع وجود أبراهام، مع وجود ديبالا، مع وجود زانيول، روما يمتلك واحدة من أفضل الخطوط والفرق من حيث العناصر، وأيضا لا ننسى بأنه يمتلك مدرب بشخصية كبيرة اسمه جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو الروح بزرعها داخل الفريق شاهدناها عن طريق بطولة قد لا يراها البعض مهمة، ولكنها هي بالنهاية بطولة معترف فيها، بطولة الكونفرنس. روما لديه من العناصر ما تؤهله لأن يكون منافسا شرسا على اللقب. أنا أرشح روما للمنافسة والمزاحمة على اللقب. نعم طيب كابتن سعيد، يعني انت بامكانك يعني تكمل رحلتك بسلام وامانه باعتبار ظل اقل من دقيقه لنهايه البرنامج. بتشكرك على تواجدك معنا كابتن سعيد. بنتقل لعندك كابتن زياد، سؤالي الاخير لك كابتن زياد باقل من دقيقه لو سمحت، ايضا بدي قراءتك لحظوظ روما. روما طبعا فريق، وده طبعا بيتمثل في الكيمستري الكبيره اللي بنيها في خط هجومه سواء كان زانيولو، ديبالا، تامي ابراهام، ولكن طبعا هنرجع نقول ان فكرة المنافسة على مدار الموسم روما بيمتلك دقة قوية وبيمتلك سكواد عالي زي ما ذكر زميلي سعيد جودة، ان هو طبعا روما هيكون ليه حظوظ كبير على المنافسة على الموسم دوت لوجود سكواد عالي على جودة عالية. وطبعا طيب. المباراة في ناس بتقول ان هو ليه ما عملش اداء قوي زياد. عكس اللي سجل كريستانتي. نعم كابتن زياد أذرني على المقاطعة بسبب نهاية وقت المخصص للبرنامج، وبتعرف يعني نشرات أخبارية. كنت سعيد جدا بتواجدك معي كابتن زياد الجرزاوي، ظهورك الأول معنا على قناة اليوم أسعدنا جدا، وأيضا كنت سعيد بتواجد الكابتن سعيد جودي الصحفي الرياضي. إلى أن وقت البرنامج انتهى، إلى هنا مشاهدينا نأتي لختام حلقتنا لهذه الليلة. وفي النهاية أشكر ضيفاء الكريمان، كان معي من الإمارات الصحفي الرياضي الكابتن سعيد جودي، ومن مصر المحلل الرياضي الكابتن زياد الجرزاوي. شكرا جزيلا لكما، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا. دمتم بخير وإلى اللقاء.